أكيد أغلبنا يرغب بمواكبة الترند في عالم الموضة، فنشتري الكثير من الملابس بشكل عشوائي علشان نضمن أناقتنا، لكن نكتشف أن الترند الحالي غير مناسب لنا. في هذه الفترة أو في هذه الفقرة عفوا راح نتعرف على أهم النصائح حول أنواع الترند ومتى يجب أن نتبع الموضة وكيف ممكن نتقنها. أكيد يسعدنا أن تنضم لنا الستايل والكوتش طبعا اللي حتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع، الأستاذة ابتسام السويكت. أهلا وسهلا بك، نورتينا. أهلا وسهلا فيكم، حياك الله، وسعيدة بتواجدي معكم في هذا البرنامج. نورتينا. أهلا وسهلا. في البداية دائما نسمع عن مصطلحات ستايل ترند، هذه الأشياء إيش الفرق ما بين الستايل والترند؟ والله الترند هو خطوط أو مراجع للموضة، إيش الخطوط اللي ماشي عليها هذا السيزن أو هذا الكوليكشن. أما بالنسبة للستايل اللي هو الستايل الشخصي، كيف أنا أختار الأشياء الأزياء الخاصة فيني، طريقة الشعر، طريقة الميك أب، الإكسسوارات، هذه كلها كستايل الشخص نفسه. كيف نفعل أو نختار من الترند ما يناسب للستايل الشخصي، هو هذا الأهم. يعني إحنا كثير مهتمين بالترند، ولكن المهم أنه يناسب الستايل الشخصي للشخص. جميل. طب ابتسام، لو تكلميني في البداية عن مفهوم الموضة والترند وإيش الاتجاهات هذه السنة إن شاء الله؟ الاتجاهات خلينا نقول في خريف وشتاء 2022-23 بنشوف الليذر معانا موجود، بنشوف الأقمشة اللامعة نوعا ما، بنشوف الكات أوت، وكمان الفرو الاصطناعي كمان موجود في هذا الليذر. أما بالنسبة للربيع وصيف 23 بيكون الجينز معنا والليذر كمان مكمل، لكن راح نسقى بطريقة يعني نوعا ما بتكون أنعم من فصل الشتاء. بس بنلاحظ أنه أحيانا السوق بيفرض علينا ترندات معينة، يعني الحين كل ما ننزل مكان نلقى مثلا الترتر منتشر بقوة، يعني يقول لك دائما الشتاء خلاص يعني راجع وراجع مع الترتر، وترتر مع ريش، يعني أكثر اثنين بتكون جدا جريئة، كيف بيركبوها مع بعض؟ صحيح، دائما مثل ما يعني ذكرنا سابقا أنه الستايل اختار من اللي يناسب شخصيتي، فإذا كان شخصية البنت أو السيدة ما يناسبها هذا الشيء فمش من الضروري أن هي تأخذه. ممكن بشكل بسيط مثلا الترتر، الفستان بيكون كله ترتر، الشخصية ما تتحمل الترتر، فايش نسوي؟ ندخلها في الهيلز او بالشنطه، شنطه السهره او الاكسسوارات، هنا بيكون اخف من يكون اللوك كامل. نفس الفكره بالنسبه للون، شفنا احنا لون الفوشي انتشر كثير، ولكن في البعض ما يناسب الاندرتون الخاص فيه. صحيح. ما يناسب لون الفوشي، مع انه الكل واكب الترند ولبس الفوشي رغم انه الوانه بعضها تقلب على رمادي. بالضبط. صحيح، يعني هذا هو المفهوم، احنا اوكي ناخذ من الترند ما يناسب يناسبنا، يناسب الأندرتون، يناسب الستايل، حتى بعض قصات القطع ما تناسب طبيعة الجسم، فعلشان كذا لما نختاره بالضبط اللي يناسبنا احنا هنا جبنا اللوك صح. تدرين ابتسام، بعض الأحيان الأشياء اللي تزعل إنه بعض البنات يحسون في منظورها إن هي لازم تتبع الترند رغم إن هي مي مقتنعة فيه، علشان تحس نفسها إن هي مواكبة البنات وإن هي على الموضة، وإنه هو مثلا بعض الأحيان يعتبر إنه حالة مادية تكون كويسة، إنه أنا حالتي المادية كويسة أنا قاعدة أتابع الترند. إيش تقولين لهذول البنات؟ والله إحنا يعني إحنا ندرب هذا النوع من يعني المفهوم أو تغيير المفهوم إنه التركيز على الأسلوب أو الستايل الشخصي، بكذا هي راح تخفف من اختياراتها للترند وتعرف انه الشيء هذا يناسب شخصيتها هي، فمش اي ترند مناسب لنا، يعني مش اي قطعه بالسوق حتى لو كانت ترند تناسب لا الاندرتون او الستايل الشخصي او حتى يعني شكل الجسم او حتى كثقافه البلد نفسها. يعني اكيد تيجيكي كثير من الاستشارات، واعتبرين اليوم واحده من هذه الاستشارات، كيف ممكن اختار قطعه تكون ترند وستايلش لعمري لشكلي للوني لجسمي، ايش تنصحيني فيه؟ اول شيء دائما علشان انا اقدر اختار الترند بكل يعني ثقه وبكل اريحيه لازم نكون عارفين ثلاث اشياء. اول شيء نعرف شكل الجسم الخاص فينا والقصات المناسبه، ثاني شيء الاندرتون واللون الموسمي الخاص لبشراتنا، ثالث شيء الستايل الشخصي. يعني فرضا خلينا نقول تجي مثلا عميله ستايلها كلاسيك، فبتشوفين ثقيل عليها انها تاخذ الاشياء اللي فيها لمعه، الاشياء اللي فيها ترتر،
اختار الاشياء هذه. ولكن في شخصيات ثانيه لا تحب التجديد اكثر، بتشوفينها تفضل هذا الشيء. فدائما نروح ونرجع على الستايل الشخصي نفسه. بعض الترندات تجلس معنا شهر وتنتهي صحتها. كيف الوحده تكون ذكيه بطريقه شرائها بحيث اني انا اشتري هذا الترند واقدر استفيد منه اطول فتره؟ يعني دائما بالنسبة للترندات لما نشوف الشيء جدا غريب نعرف أنه راح ينتهي بسرعة. لون جدا غريب مثل زي أحيانا في عام 2018 طلع اللون لينيون الأخضر وكان اللوك كامل في براند من البراندات، يعني هذا نعرف أنه هو بعد فترة خلاص راح ينتهي لأنه مش من يعني الطبيعي أن احنا راح نلبس هذا اللون بكامل اللوك. بالنسبة لأنواع الترندات عندنا 4 أنواع من الترندات. أول نوع اللي هو الفاد ترند، وهو هذا عمره قصير جدا 3 أسابيع ماكسيموم شهرين تقريبا شهرين، وبيكون نفس الفكرة غريب وينتهي بسرعة، ويعني كذا فجأة الناس تلاقينهم يهبون زي رسمة الأيلينر هذه اللي مدري كيف، أي يعني حتى بخطوط أو الألوان الغريبة حتى الحواجب لما نخف الحواجب صحيح. علشان كذا إنه أي شيء غريب بتشوفينه فجأة بعدين وين اختفى. هذا هو الفاد. النوع الثاني اللي هو ريفايفل، وهو إحياء الترند من عقود، يعني مثلا قطعة موجودة من 10 سنوات يرجع المصمم يعيدها أو الدار نفسها تعيدها. وإذا لاحظتوا إيفان كاترام باللون فستان السماوي في زواج أختها، هذا كانت لابسته غريس كيلي عام 1955، فهو نفسه يعني كأنه أعاد تجديده من جديد. أيضا بالنوع الثالث اللي هو سيزونال، وهو يعني بالسيزن، مثلا كل سيزن راح تنزل هذه القطع زي الورود في الربيع، وكمان في الخريف والشتاء اللي هو ترنش كوت. بالنسبة للنوع الأخير اللي هو يعتبر من الكلاسيك ترند، في قطع لابد أن هي ترجع يسوونها مرة ثانية أو يصنعونها مرة ثانية، مثل القميص الأبيض هذا دائما موجود، مثل ملابس الفروسية أيضا موجودة. فهذه الأنواع الأربعة الأساسية للترند. ودي كمان أسألك عن الترند لهذه السنة، زي ما ذكرتي موضوع الجلد والريش، يعني هو اللي أكثر انتشارا لعام 2023. أبغى أعرف يعني كيف بتشوفيها وتناسب مين بالضبط؟ حتى لو كنت أنا مثلا شخص ستايلي بالعادة كلاسيكي، بس أحب أني أغير أخرج عن دائرة الكلاسيكية أحيانا، فكيف ممكن يعني أختار واحد من هالترندين ويكون مناسب؟ جميل. مثلا لما ناخذ الجلد أو الليذر ممكن إحنا نخفف، ما ناخذ اللون الأسود، ممكن ناخذ على اللون البني كتخفيف. أيضا كيف بنسقب؟ بيكون التنسيق مثلا بيكون الجاكيت ليذر أو معاه ندخل معاه زي الشيء الثقيل مع الكوت أو الصوف مثلا في الشتاء، ولكن بالربيع ممكن يكون يعني جاكيت ليذر مع فستان شيفون. فهنا احنا يعني دخلنا الليذر ودخلنا الترند بشكل يعني ناعم وفيمنن. يعني كيف تشوفين توجه المرأة السعودية على وجهها الخصوص في عالم الترند والموضة؟ والله انا اشوف المرأة السعودية في قمة الأناقة وقمة، يعني دائما مهتمة بالترندات ومهتمة بكل شيء جديد، وحاليا بعد كمان انتشر وعي بانها تبي تعرف الالوان الخاصه فيها والوانها الموسميه. فبالعكس، وهذا ويرجع الفضل لهيئه الازياء ومبادراتها اللي احنا قاعدين نشوفها يوم بعد يوم قاعده تكبر، والتوجه نحو يعني صناعه الازياء. طيب كمان خلينا نسمع منك اهم النصائح لمظهر انيق مرتب وايضا يعني يناسب اتجاه الموضه لعام 2023. تمام. اول شيء less is more، يعني دائما كل ما كان القطع اللي احنا نلبسها يعني محدده او ما تكون كثيره هي زياده تعتبر. ثاني شيء كل ما عرفنا احنا ستايلنا وشكل الجسم والاندرسول الخاص فينا، هذا بيسهل كثير علينا احنا نختار الترند بالنسبه اللي يناسب شخصيتنا. ابتسام، كيف تشوفين توجه السوشيال ميديا في الترندات؟ يعني هل تشوفين انه شيء مبالغ فيه ولا تشوفين انه شيء طبيعي؟ يعني خاصة في ستايلات اللبس، خليني عن الترند شوي، ستايلات اللبس، طريقة اللبس، طريقة الدمج بالألوان. والله يعني بالنسبة لل مثلا بالسوشيال ميديا هذه مثلا تفضيلات شخصية، فأنا ما أقدر أحدد إيش اللي هو صح أو إيش اللي هو خطأ. أما بالنسبة أكيد يعني البعض أنه ممكن تكون مثلا اختيارات بالنسبة للألوان
يعني مثلا ما تكون صحيحة أو شيء مثل كذا. ولكن احنا قاعدين نشوف كمان في تطور، كمان في تغيير بالنسبة اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا. يعني دائما نحاول انه احنا نبعد من موضوع تكدس الملابس عندنا في الدواريب. طيب، وذكرتي موضوع الاندرتون في اكثر من مره ابتسام، انه احنا كيف لازم نختار اللون المناسب، القطعه المناسبه، حتى ما نشتري قطعه اني اشوفها في المحل واشتريها بشكل عشوائي عشان عجبتني والبسها ما تعجبها، ما القاها عجباني على نفسي. طيب اذا انا كيف اعرف الاندرتون تبعي؟ والله الاندرتون او اللون الموسمي حتى من خلال تحليل الالوان. طب انا كانسان عادي يعني هل لازم دائما يعني ارجع لمستشار؟ بالنسبه للاندرتون سهل اي شخص يقدر يطلعها. اي شلون؟ ممكن احنا يعني نطلع من يعني نشوف العروق اللي عند اليد ونفرق بين اذا هو كان اندرتون دافي او بارد. وبعدين في الوان عروقي مدفونه، طب هي المفروض يكون لونها على خضار صح؟ على حسب الاندرتون يعني. أي. بالنسبه للاندرتون هم دافي. أي. بيكون على اخضر وبنفسجي، واللي على مثلا الكول. أي. او البارد بيكون على ازرق تقريبا. اللي تكون عروقهم على زرقاء؟ اي هي بتكون. أي. بارده كول. والله انا عروقي لونين، موف واخضر. اي والله موف واخضر، كنت على قولي وين جبت الموف اوريكم انا. فعلا اي الاغلب بيكون بين الاخضر والبنفسجي. هو المهم عندنا بين الاخضر والازرق، بنفسجي ممكن يتكرر يعني بالحالتين. بعد كمان يعني ممكن نشوف درجات الالوان اللي تناسبنا، عندنا ثلاث زي الاختبارات السريعه اذا احنا نحب نشوفها، اللون الابيض او اللون الكريم ايش اللي يناسب اكثر، اللون الاسود او اللون البني ايش يناسب اكثر، واللون الفوشي او اللون الاورنج وايش اللي يناسب اكثر. طبعا الكريم واللون البني والاورنج خاص للبشرة الورم. أوكي. ويتباعها كمان الاكسسوارات اللي هي الذهبية. حلو. أما بالنسبة للكول لا، بيكون الأسود، بيكون اللون الأبيض، وكمان بيكون اللون الفوشي والاكسسوارات الفضية، هذا بيكون الأندرتون البارد. فهذه أسهل طريقة أن احنا نعرف الفرق يعني بشكل سريع. ويفضل يكون على إنارة يعني إنارة الشمس أفضل يعني طبيعية. هل تفرق ابتسام لهالدرجة إنارة الشمس عن الإنارة العادية؟ هو يفضل يعني علشان يكون احنا متأكدين جدا من أن نتيجة التحليل. طبعا في شيء أعمق اللي هو اللون الموسمي، هو يعني زي مجموعة ألوان خاصة بكل شخص فينا اللي هي تناسبه دائما. استاذه ابتسام السويكت ستايل كوتش، يعطيك العافيه وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. الله يعافيك وشكرا لكم، سعيده بتواجدك معاكم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، اكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، ظهور الشامات سمه جماليه ام خطر يحدق بنا؟